الله يحفظك ويخليك، ومشكورة على الكلام اللي قلتيه، بس ما أدري لأسباب تقنية أو فنية انقطع التواصل، فحبينا نسلم عليك وعسى الله يثبتك وجزاك الله خير، وأنت أخت نفتخر فيكي جميعا، أخت رجال. الله يحفظك، الله يحفظك، من خلال تحياتنا وسلامنا واحتراماتنا لكافة المقدسيين الصامدين في القدس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم ويسهل عليكم إن شاء الله. وأيضا أنت أختي دائما مرحب فيك في أي وقت تزورينا في الكويت بين أهلك وبين حاضر 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 تمدي خليك. الله يسلمك، شكرا 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 شكرا، سلام سلام.